للمزيد إذا مشاهدينا بشأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق وعن أسبابه وأثار كل ذلك، معنا عبر سكايب من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عبد السلام برواري. مرحبا بكم دكتور عبد السلام. أهلا وسهلا. إذا المحكمة الاتحادية الآن دكتور تقضي بعدم دستورية تمديد عمل كردستان العراق، كيف تقرأ هذا الحكم وتوقيته؟ يعني تحية لكم، تحية للأخوات والأخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة قرارات المحكمة الاتحادية مع الأسف باتة ولا يتم نقضها، لذلك أي كلام حول القرار وخلفيته وأسباب صدوره أنا أعتقد هو كلام ضائع. هذا فعلناه عندما كانت الأزمة على بعد انتخابات في العراق بعد أكتوبر 2021 والقرارات المتتالية يومها، أعتقد حتى على قناتكم أبدينا رأينا وحتى حول هذا القرار. لكن الآن لو تعذرني أنا أعتقد لنركز على المواضيع العملية التي يمكن أن يعني على الأقل نطلع منها برأيي. مع الأسف الشديد القرار طلع وانتهى و... يعني كل ما صدر عفوا هو باطل، كل ما صدر الآن هذا... بما أن التمديد بحكم هذا القرار هو باطل، إذن كل ما حدث منذ لنقول 6/11/2022 هو أيضا أبطل. مثلا القوانين التي أصدرها البرلمان وهي قوانين مهمة كانت جدا، قانون العمل الذي طال انتظاره، قانون التربية إلى وكل القرارات الأخرى، وآخرها هو قرار تفعيل المفوضية. أنا أستغل هذه الفرصة لأقول إذا نظرنا إلى هذا القانون الذي تم اعتباره غير دستوري سنرى بعكس بعض القرارات التي تصدر وتخلق مشكلة دون أن تحلها. هذا القرار، هذا القانون طبعا اتخذ بعد أن مع الأسف الشديد الاتحاد الوطني شريكنا الرئيسي في السلطة والأحزاب الأخرى اتفقت على أن لا تسمح في الحقيقة بإجراء الانتخابات من خلال طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات وخلق مشاكل أمام أصلا مناقشة هذه التعديلات. لذلك جاءت مرحلة، يعني جاءت فترة انتهاء عمر الدورة الخامسة وكان يجب القيام بعمل معين، بعكس الرأي الذي يمكن أن يكون منتشر منذ يومين بأن هذا القرار اعتبر غير دستوري لأنه منع المواطنين من التصويت أو عطل العملية السياسية. أقولها للتاريخ، بالعكس هذا القانون جاء لحل المشكلة، للخروج من أزمة عدم التمكن من جراء انتخابات. هذا القانون كان يلزم الحكومة ويلزم الجهات المعنية بضرورة إجراء الانتخابات واتخاذ الخطوات اللازمة. للأسف الشديد هذا انتهى الآن الموضوع، والآن نحن بدون برلمان وبدون مفوضية. أنا استمعت إلى تقريركم في البداية، يعني أشرتم إلى أن الاتحاد الوطني دعا إلى ضرورة أن يجتمع الكرد الأحزاب الكردية وأن تتفق على انتخاب مفوضية وتعديل قانون. هذا كلام حقيقة، يعني أنا ما أدري شو أسميه بحسب ما ورد في وسائل الإعلام دكتور. هذا ما ورد في وسائل الإعلام. لا أنا مو قصدي أنتم، يعني سمعت هذا الكلام من مجموعه من اخوان اصدقائي من الاتحاد الوطني، لكن هذا الكلام يعني منه لمن؟ ما عندنا برلمان حتى يقعد يناقش ويعدل القانون، ما عندنا برلمان حتى ينتخب مفوضيه، يعني كلام على الهواء. كذلك يعني انا ما اريد اتكلم عن التوقيت لان هذا ايضا تحدثنا عن قرارات التوقيت، ارجو ان لا يكون كذلك. المهم هو انه ليست هناك مشكله بين الاقليم وحكومه الحكومة الاتحادية. المشكلة انتهت عندما تم التوقيع على الاتفاقية التي ضمنت بيع النفط المنتج من إقليم كردستان من خلال سومو، وسومو هي اللي تتفاوض على البيع وهي اللي تستلم المال وهي التي تضع في خزانة الدولة. بمعنى الإقليم الآن تخلص من المشكلة التي كانت سببا في قطع ميزانيته، بقي على العراق أن يلتزم بواجبات الدستورية حسب المادة 121 ثالثة من الدستور، تخصص نسبة عادلة من الواردات المستحصلة اتحاديا على للمحافظات والأقاليم حسب نسبة سكانها واحتياجاتها وكذا. يعني ما يجري في الحقيقة هو ليس
ليست مشكلة بين الحكومتين، بل هي تصرفات بعض النواب مع الأسف الشديد. وأنا ألوم قياداتهم، لأن نحن اتفقنا مع أخي القيادات السياسية التي شكلت تحالف إدارة الدولة ودخلنا الحكومة على هذا الأساس. أنا لا أصدق أن نائبا يحق له أن يتصرف بعكس سياسة حزبه، ومسألة أن نحن نواب ونمثل الشعب، هذه مسألة للتصريف المحلي حكي جرائد مثل ما نقول. ولكن في الحقيقة هذه الأحزاب يجب عليها أن تلتزم بما اتفقنا عليهم. لذلك في اليومين الماضيين توجهنا إلى هذه الأحزاب، نحن نطلب من هذه الأحزاب أن تلتزم باتفاقها. حكومة بغداد قدمت مشروع الميزانية ليتوافق مع البرنامج الوزاري المستند على الاتفاق السياسي لتشكيل هيئة يعني تحالف إدارة الدولة، ويستند على الاتفاق المبرم بين الطرفين. الأزمة بدأت لما حاول هؤلاء الأخوان في اللجنة المالية، وبالمناسبة أكو عضو دخل اللجنة المالية بدون أن يكون إلا حق الدخول، هو اللي حرك هذا الموضوع وهو اللي حدده. وكما ظهر من القرار اللي أصدر الرئيس الثاني نائب الرئيس الثاني مجلس النواب العراقي، هذا العضو عندما دخل اللجنة أصبح نصاب اللجنة غير دستوري وأصبح أكثر من اللازم، ولكن هو أعطى الحق لنفسه والبقية استجابوا له. لمن يتبع هذا العضو دكتور؟ خليني أقول يتبع واحدة من الجهات الرئيسية اللي داخلة في التحالف معنا، تحالف الحكومة. لهذا يعني أنا أتصور في النهاية إذا كانوا يريدوننا أن نبقى في العراق، إذا كانوا يريدوننا أن نوحي لشعبنا بأنهم كانوا مخطئين عندما صوتوا 92% أنهم لا يريدون أن يبقون، يجب أن يبدلوا هذه السياسات، يجب أن يثبتوا لنا بعد أن تمحل مرة أخرى مسألة الواردات الاتحادية الذاتية من النفط أو من الحدود. الآن نحن لا علاقة لنا بهذا الموضوع، المطلوب منا أن نسلم سوم النفط، ويجب أن نسلمه يعني حتى نبدأ نبني مخازن ما راح تكفي. يعني دكتور عبد السلام، أفهم من كلامك يعني أنه حكم المحكمة الاتحادية يبدو، أفهم من كلامك، هو وسيلة ضغط يعني على حكومة أربيل في الإقليم بشأن الخلاف الدائر على حصة كردستان العراق في الموازنة. العفو، بالعكس أنا بعكس هذا تكلمت، إحنا ما عندنا أي خلاف مع الحكومة. الحصة الإقليم بالمناسبة كل سنة يقولون هناك صراع خلاف على الحصة، نحن لا نتفاوض على الحصة، نحن نريد تطبيق هذه المادة التي أشرت إليها سابقا. المادة 121 ثالثا تقول توزع الواردات الاتحادية حسب نسبة السكان. طيب قسم 40 مليون على 5 ملايين و800 تحصل على 12.76%. هذه هو الخلاف حول لا داعي أن نتفاوض عليها، هذا نص دستوري يلزم الحكومة الاتحادية أن تدفع للأقاليم وللمحافظات. بالمناسبة أصلا الميزانية يجب أن توضع بشكل أفقي لا بشكل عمودي. اليوم توضع الميزانية العراقية كما كان في السابق على يعني شكل ميزانية الدولة المركزية للوزارات، من الوزارات للمديريات العامة، المديريات العامة إلى مديريات المحافظات. لذلك البعض يشتكي يقول المحافظة الفلانية تحصل على 400 مليون بينما الإقليم 4 تريليونات. ال 400 مليون هي في الحقيقة المبلغ المخصص لتنمية المحافظات، أما الحصة الحقيقية للمحافظات فتبدأ عندما نجمع ما يصرف للمحافظة مثلا من قبل وزارة التربية على رواتب الموظفين وكذا، من قبل وزارة الصناعة رواتب الموظفين، شرطة، بلديات، لسترى أنه يجب على الحكومة أن تراعي نسبة السكان. إذن لا داعي لأن نتشاجر ونتفاوض على النسبة. يعني إذا كان هناك تفاوض على النسبة بمعنى هناك طرف لا يريد أن يلتزم بالدستور. مسألة الواردات كانوا يقولون يسلم لا يسلم، طبعا لما لم يمكن يرسل لنا ميزانية كنا مضطرين أن نصرفها على الرواتب. اليوم تم بخصوص واردات النفط تقصد؟ بلي واردات النفط حسب الاتفاق المبرم رسميا بين حكومة بغداد وحكومة أربيل،
تسلم يعني النفط يباع من قبل سومو اصلا. نعم. سومو هي شركه تصدير النفط. نعم. التعاقد يتم من قبل سومو ويباع النفط من قبلهم وهم اللي يحصلون على المبلغ ويدعوه في حساب خاص بذلك. لاحظ. نعم. يعني ماكو داعي يطلبون من عندنا سلمونا الواردات لان نحصل احنا الواردات ما نحصل عليها. لذلك اكرر مره اخرى ليس هناك خلاف بين حكومه بغداد وحكومه اربيل لكي يتم الالتجاء كالسابق الى لا سمح الله المحكمه او شيء اخر. ولكن نعم. هذه قوى سياسيه انا اعتقد صراعهم مع السوداني نفسه اللي هم اتوا به ويضغطون عليه ونحن الضحيه مع الاسف الشديد. نعم وضح الصوره. اذا نشكرك شكرا جزيلا السياسي البحث والسياسي الدكتور عبد السلام برواري من اربيل. اهلا وسهلا.